فتحت اللجنه الخماسيه باتحاد كره القدم برئاسه عمرو الجنايني قنوات اتصال مع مدربي المنتخبات الوطنيه في الايام الاخيره من اجل التفاوض على تخفيض المرتبات الشهريه الخاصه بهم. وجاءت خطوه الجبليه بسبب توقف النشاط الرياضي زي ما احنا عارفين في الوقت الحالي في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد وتوفير دعم لانديه القسمين الثالث والرابع. وكان جهاز المنتخب الاول بقياده الكابتن حسام بدري بالفعل قرر تخفيض راتبه في وقت سابق بنسبه 25%، واللي وافقت عليه اللجنه الخماسية لحين انتهاء الأزمة الحالية وعودة النشاط الرياضي بعد في الفترة القادمة. وزي ما احنا عارفين طبعا الظروف اللي بتمر بيها صعبة في البلاد في الوقت الحالي. وعلى نفس ايضا وتيرة قرر الجهاز الفني الوطني الاولمبي بقياده الكابتن شوقي غريب المدير الفني المساهمه ايضا في دورهم المجتمعي بتكفل 500 اسره في مبادره تحدي الخير و100 اسره في مبادره دعم طبعا العماله الغير منتظمه، وذلك تماشيا مع الظروف الصعبه اللي بتمر بيها البلاد بسبب فيروس كورونا. اكيد نتمنى ان كل الامور تعود الى على ما يرام في الفتره القادمه وينتهي تماما مشكله فيروس كورونا ان شاء الله، ويمنع الله سبحانه وتعالى طبعا مصر اي وباء.